الحين ملاك نبيك تتخيلين انك انت دخلتي الى عالم ديزني كممثله وتم اختيارك عشان تجسدين شخصيه من عالم ديزني او عالم الكرتون، ولكن احنا دائما نحدد ديزني اكثر. شنو الشخصيه اللي تحسين ان هي اقرب لك من عالم ديزني؟ انا ما راح اختار من عالم ديزني، انا راح اختار من عالم الكرتون. اي راح اختار شخصيه سالي اللي هي بالاساس شخصيتي. لا صدمه، انا انت سالي؟ بس سالي مسكينه مظلومه. انا كنت مسكينه وما زلت مظلومه. وينوكل حقها؟ والله قاعد ياكلون حقي برا الكواليس. زين سالي كان عندها الانسة منشن اللي مأذيتها وملوعة شبدها. ايه انت منو عندك شيء مسوي؟ اعداء اللي يدقدقون على المنتجين يقولون له ليش تاخذ ملاك؟ ليش تاخذ ملاك؟ يعني كل ما اوقع عمل مع منتج يتصلون فيه ليش ملاك؟ ليش ملاك؟ يعني في بعضهم الله يسامحهم تخيل يدقون على المنتج يقولون له احنا مستعدين نشتغل بنص العمل، يعني نص الاجر. نص الاجر ايه. يعني لهالدرجة؟ ليش؟ منو سوت كذي؟ أسامي ما أقدر أقول للأمانة، بس يعني الحين آخر عمل 7 متصلين بالمنتج بنايف الراشد. 7 فنانات؟ إيه نايف الراشد نوجه له تحية. مو 7 بس فنانات، لا مو بس بنات، المشكلة مو بس بنات، بنات وشباب يتصلون يقولوا له لا تاخذ ملاك أو إذا ملاك بالعمل إحنا ما راح نمثل. إيه فعلا صارت معي مع منتج ثاني مع أخوي وعرابي استاذ باسم عبد الامير. نعم صارت جروب كامل قال حق باسم حق عبد الامير انه اذا ملاك بالعمل احنا ما راح نمثل. ليش؟ لا ما نقدر. الفنان ما يخاف من احد صح؟ زين المشكله فيهم ولا فيك؟ فيهم طبعا. ليش انا تكون عندي مشكله ويا احد؟ ليش اخاف من اداء احد؟ ليش اخاف احد ياكل علي الجو ولا يخاف علي ياكل علي الاداء؟ بالعكس هذا يحمسني اني انا اكون متميز، يحمسني انه يكون في منافسه فنيه، يحمسني اطلع الطاقه اللي فيني. ليش اخاف؟ انت تخاف معناته انت مو فنان. بس يتصلون 7 شخصيات ايا كانت مواقعهم في العمل علشان يمنعون ملاك من ان هي تطلع والمنتج ينصاع لطلباتهم؟ والله في منتجين ينصاعون وفي منتجين لا. اللي يعرفوني ومنتجين اللي انا مشتغله معاهم من عمر يعرفوني عدل. يعني مستحيل، يعني انا كم سنه ويا ام طلال الاستاذه سعاد عبد الله نوجه لها تحيه. كم سنه انا معاها؟ صحيح. كم سنه ويا ام سوزان؟ يعرفوني عدل. كان انا ما اشتغلت ويا هالعمالقه، اشتغلت ويا كل العمالقه، كل اسامي العمالقه انا اشتغلت معاها الحمد لله. صحيح. ما صارت لي مشاكل الا من الشباب. شنو معناتها؟ غيره. صح صح كلامك. انت في مره اتصلتي على منتج قلتي لي انا ما اشتغل اذا هذه موجوده؟ انا اتصل على كل المنتجين ارشحهم، تخيل. تخيل الفرق. وفي منتجين كنت اترجاهم، يعني في شخصيات كانت ممنوعه انه يشتغلون، كنت اترجاهم والله. في منتج من المنتجين يشهد، كنت قاعده بالارض قلت له ما اقوم الا اللي متوقعها، الا اللي متوقعها انا فنانه. منو هي؟ سين من الناس. انت الحين يعني على خلاف معاها ولا زينه؟ ما عندي خلاف ويا اي احد، المشكله ما عندي خلاف ويا اي احد، بس هم كذي يسوون من وراي، يعني قدامي حبيبتي عمري قلبي بس من وراي. ليش يعني زواجهم يقولوا الكلام قدامي؟ بصراحه انا احيانا الوم المنتج اللي يسمع كلامهم، لان المفروض هو ما في احد يقطع رزق احد بهالطريقه، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. بالضبط، ورزقك مكتوب، انت يعني المفروض تكون على يقين. يعني انا اقول لك شيء، رشحت ممثله من الممثلات، رشحتها في عمل برا الكويت. وهي كانت تشتغل بعمل بالكويت، تركت العمل وراحت اشتغلت العمل اللي برا الكويت.